اقرأي من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل إلى السؤال الثاني: اقرأي من قول الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سمية عمر مدثر من دولة نيجيريا، تحية لها. تفضل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أرى أن الله قد حفظ الذكر في قلب هذه البنية الصغيرة. أجل، الله أكبر، ما شاء الله. تفضل يا شيخ. قل 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 أنت، قل أنت يا شيخ. أنا عاجز والله، عاجز عن التعبير. كأنما تقرأ من مصحف حاضرة والموضعان صعبان. صعبان والله، صعبان. حفظ متين، ارتاح، حفظ متين. هذه من ورائها مدرسة عظيمة ما شاء الله، وأبوان كريمان، وأستاذ يرعاها بالليل والنهار ما شاء الله. نعم، جهود جبارة من وراء هذه البنت الفحلة البطلة. ألف تحية لها يا أولاد. قد استمعنا إلى عدة تلاوات. استمعنا إلى بنغلاديش وهو ليس عربي، والآن استمعنا إلى نيجيريا وهي ليست عربية. وحفظهم متقن مهذب مرتب، والذي أعجبني بأدائها الوقف والابتداء، وكيف تأخذ النفس، وكيف تقرأ بسهولة وانسياب بغير كلفة وبغير تلكؤ وبغير تردد، غير أن النفس عندها ما ساعدها في أمر فأخذت ما في فمها ثم بدأت القراءة. ممتازة قراءتها، نقية صافية مهذبة، فهنيئا لها، هنيئا لها، هنيئا لها. أقول كلمة واحدة لهذه المشاركة المباركة، أن التنافس هذا العام في مزامير داود سيكون على أشده. إذا كان هذا هو مستوى التصفية بالنسبة لأبنائنا وبناتنا، وهي إحدى ممثلات يعني البنات يعني أنا كنت في المسابقة، نعم، فالتنافس سيكون قويا جدا. كنت نقول في غرفة الكواليس أن الربع النهائي سيكون صعب، فما بالك النصف النهائي وما بالك النهائي. نعم نعم، مستوى، مستوى عالي. نعم، أنا لا أملك إلا أن أقول الحمد لله الذي جعلنا نستمع إلى هؤلاء العظماء بحق وحقيقة. اتزان، روعة، توازن، عدم ارتباك، جمال صوت. شكرا لك. أنت راقية ورائعة ورائقة وجميلة. جميلة، ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك سمية، بالتوفيق سمية، تحية لسمية. كويمونا سبسكرايب سنن كدن علامة قرارة دومين سامن سبين شري شريمو.